السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا متابعين الأعزاء؟ يا رب إن شاء الله يوصلكم الفيديو وأنتم في أتم الصحة والعافية. اليوم رح نتكلم في موضوع مهم، في سؤال يتم طرحه بشكل متكرر سواء في الكومنتات سواء في الحفلات سواء يعني أشوف الكثير بالذات من المبتدئين يطرحوا هذا التساؤل، وهو التساؤل أنه شفت تعليق أو جاني تعليق وبعد كذا التعليق هذا راح أنا ما لقيته، فين يا ترى راح التعليق هذا؟ يعني التساؤل هو عن التعليقات الكومنتات اللي أنا أشوفها وبعد كذا لما أدخل استوديو اليوتيوب أو أدخل، طبعا إحنا نشوف أنه خطأ نشوفه من اليوتيوب نفسه من قناتنا نفسها، لأنه هذا يعني يعزز النقرات الغير مشروعة ويرفعها، فالأفضل نشوفه من استوديو اليوتيوب أو من جوجل كروم. في ناس ما يعرفوا كيف يشوفوه من جوجل كروم ولا يعرفوا أنه التعليق هذا يختفي بسبب مهم، وهو أنه أصبح في التعليقات الغير مرغوب فيها. ما معنى التعليقات الغير مرغوب فيها؟ هي التعليقات اللي يعني لا يرضى عنها اليوتيوب أو يرى أنها يعني تعليقات روتينية متكررة، تعليقات آلية. يعني كيف آلية؟ يعني هي تعليقات ليست نابعة من القلب، لم تتم بعد مشاهدة الفيديو. يعني أضرب لكم أمثلة عليها وهي منتشرة كثير كثير، وأنا من الناس اللي تجيني وتجي عندي في قائمة التعليقات الغير مرغوب فيها، لا أنا أقدر أشوفها. يعني طبعا أنا أعرف الطريقة، بس كناس غيري لا إنهم يستفيدوا من تعليقك هذا إنهم شافوه، ولا إنك تكوني بهذه الطريقة أديتي الواجب معاهم، ولا إنهم قدروا يردوا لك الخدمة ويجوا عندك ويعلقوا عليك، فأنت كذا خسرانة. ليه ما تعلقي أو تعلق يا أخي أو أختي بشكل فعلا نابع من القلب، حتى لو إنك ما شفتي من الفيديو غير دقيقة أو دقيقتين، المهم إنك تعلقي تعليق يتعلق فعلا بالفيديو بموضوع الفيديو، عشان ما يروح تعليقك في قائمة التعليقات الغير مرغوب فيها وما تستفيدي لا أنت ولا صاحبة القناة. يعني حتى تعليقك هذا ما رح يشاف. لما يكون تعليق زي مثلا نورتك، لما يكون تعليق زي زرتك أو رد الاشتراك، لما يكون تعليق عبارة عن أرقام أو إيموشينات بدون كلام، مثلا شفت فيديو واحدة قلت لها يعني مع الأسف إنهم اليوتيوب حتى كلمة ما شاء الله كذا أو بالتوفيق أو يعني اللهم صلي وسلم على محمد، يعني التعليقات للأسف اللي زي كذا يعني هم على طول طبعا الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، لكن ارفقي كلمة ما شاء الله والصلاة على النبي ارفقيها بتعليق يعني اللهم صلي على محمد، بارك الله فيك وفي عملك، بارك الله في مجهوداتك، مثلا قولي ما شاء الله، يعني مزيدا يا أختي من التقدم، وتكلمي عن شيء في الفيديو، اذكري اسم الطبخة وقولي الطبخة كانت رائعة، لا تقولي بس بالتوفيق وتروحي، أو تقولي يعني مثلا تقولي ما شاء الله وتروحي، أو تقولي يعني موفقة بالتوفيق، يعني كلمة واحدة كذا أو إيموشينات بس كذا، يعني عبارة مثلا عن لايكات أو ورود أو بدون تعليق، لا هذا كله اليوتيوب يعتبرها تعليقات روتينية، تعليقات يضعها في قائمة التعليقات الغير مرغوب فيها. مجرد أنك كذا بس تعلقي تعليق بآلية، تعليق مش نابع من القلب، هذا أبدا ما رح يروح لصاحبة القناة ولا رح تشوفه. كل هذه أصبحت من التعليقات الغير مرغوب فيها عند اليوتيوب، فعبري بطريقة يعني كويسة، عبروا بطريقة سليمة، تكلمي عن موضوع الفيديو شوية على الأقل، لو إنك شفتي منه دقيقة دقيقتين تكلمي في صلب الفيديو عشان تعليقك ما يروح خسارة. لأنه مع الأسف الشديد إنه صاحبة الفيديو، في ناس يقولوا إنه عادي حتى لو صاحبة أو صاحبة الفيديو شافت التعليقات الغير مرغوب فيها ممكن إنها تفسحها وتحط لها صح وتخليها تيجي في قائمة التعليقات العلنية، لكن أنا ما أنصح بهذا الشيء. ليش؟ لأنه يعني أنا فيما أعرف وأنا سمعتها من يوتيوبرات ما شاء الله كبار ومتفاعلة قنواتهم، إنك لما تفسحي المجال أو تفسحي هذه التعليقات الغير مرغوبة وتنزليها عندك في قائمة التعليقات العلنية وتصبح ظاهرة، أنت بهذه الطريقة خالفتي اليوتيوب ونزلتي تعليقه محظور وتعليقه ما يناسبهم، والتعليقات هذه كلها لو ما مسحت وقت المراجعة راح تأثر على قناتك. في ناس قالوا لي بالفعل أثرت على قنواتهم، ما أعرف صراحة صحة الكلام هذا من عدمه، أنا ما تفعلت قناتي لسه، ولكن إحنا نكون في السليم ونبتعد عن مواطن الشبه. فأنا والله إذا شفت تعليق غير مرغوب فيه يعني يؤسفني إني حزيله، ححط عليه كلمة إزالة ورح أزيله عشان أنا ما أضر قناتي صراحة، ولكن ممكن عشان يعني كمان يعني أكون متفاعلة مع الإنسانة هذه اللي علقت عندي. صح إنه تعليق جاني في قائمة الغير مرغوب فيها، ولكن إيش أسوي؟ قبل ما أزيل التعليق ممكن إني أدخل عندها في قناتها من خلال اللوجو حقها، من خلال صورة القناة أضغط عليها وأدخل قناتها وأشوف لها فيديو وأعلق عندها، لكن ما أسوي زيها وأعلق تعليق غير مرغوب فيه، لا، أعلق تعليق سليم فعلا يثبت عندها بحيث أنه تشوف وتعرف أنه أنا جيت لها. ليه؟
لأنه تعليق أنا راح أزيله. ليش؟ غصبا عني، لأنه في قائمة التعليقات الغير مرغوب فيها. في حاجة كمان غير التعليقات العلنية، طبعا التعليقات العلنية راح نشوف كل هذا الكلام الآن. التعليقات العلنية هي التعليقات طبعا الموافق عليها واللي تظهر لنا. في حاجة اسمها قيد الانتظار، أو في قائمة الانتظار، أو تعليقات قيد الانتظار. هذه التعليقات اللي في هذه الخانة، اليوتيوب هو مخيرك أنت. هل أنت مناسبتك يعني يكون هو مثلا مفاهمها يعني خوارزمية اليوتيوب تكون ما فهمت هذا التعليق تمام، أو تكون شكة في ما هي عارفة هي هو كويس ما هو كويس، فتضع لك هو أنت ورأيك أنت ورغبتك تضع لك في قائمة الانتظار، إما أنك تفسحي أو أنك تزيلي. الآن حنتعرف ونشوف فين نلاقي هذه الخانات، فين نلاقي التعليقات اللي تروح علينا الغير مرغوب فيها، وكيف نتصرف لما نشوفها، وطبعا يعني كيف نتعامل معها. طبعا أنا داخل الآن من جوجل كروم زي ما أنتم شايفين، ندخل من جوجل كروم، نستخدم ميزة سطح المكتب، يعني إذا ما كنا داخلين من كمبيوتر وداخلين من الجوال زي طريقتي كذا أو من الجهاز، نضغط على ميزة سطح المكتب فيتحول عندي، تحول الشاشة عندي بهذه الطريقة. الآن أحبابي شوفوا، راح أضغط على اللوجو تبعي تبع القناة اللي هو هذا، نضغط على هذا اللوجو، تمام. الآن في أول خانة اللي هي قناتك أو قناتك، راح أضغط عليها الآن. الخطوة الجاية استديو الإصدار التجريبي أو استديو اليوتيوب. الآن زي ما أنتم شايفين في عندي هنا في الجنب هنا في مجموعة من الاختيارات، أوكي أكبر بس الشاشة. راح أختار هذا اللي هو التعليقات، المربع هذا اللي هي قائمة التعليقات، أوكي؟ شوفوا عندي فوق في أعلى الشاشة إيش مكتوب، التعليقات المنشورة على القناة. لاحظوا في تعليقات علنية، وفي تعليقات بانتظار المراجعة، وفي تعليقات غير مرغوب فيها. التعليقات العلنية هي التعليقات هذه اللي تظهر لي طبعا في الاستديو اليوتيوب، وتظهر لي في قناتي أصلا، وتظهر لي فوق عندي في أعلى الشاشة، وتفضل موجودة لغاية ما أرد عليها. هذه هي التعليقات المسموحة اللي اليوتيوب يكون راضي عنها وينزلها لك، فهذه طبعا تتفاعلي مع أصحابها وتروحي لهم بكل أريحية طبعا، تعلقي عندهم وتردي لهم طبعا المشاهدة والتعليق. عندك الخانة الثانية اللي هي تعليقات بانتظار المراجعة وزيرو جنبها. طبعا عندي أنا حاليا ما في عندي تعليقات في انتظار المراجعة، ولكن التعليقات في انتظار المراجعة زي ما ذكرت لكم هي التعليقات اللي خوارزمية اليوتيوب ما فهمتها تماما، ما عرفت هل هي تعليق مرغوب فيه أو غير مرغوب فيه، فيتركوا لك مجال أنت أنك تنزلي في التعليقات العلنية أو أنك تمحي. نيجي الموضوع أنا وهو أهم حاجة، الموضوع اللي إحنا نتكلم عنه، التعليقات الغير مرغوب فيها. أنا عندي الآن 5 تعليقات غير مرغوب فيها جتني على آخر فيديو نزلته، اللي هو فيديو ريفيو عن آلة القهوة دولتشي غوستو. طبعا تركتها أنا متعمدة، تركتها علشان أشرح عليها هذا الفيديو وتستفيدوا ويستفيدوا الغير. فيا أصحاب التعليقات، لو أنتوا تشوفوا الآن في الفيديو تبعي هذا، لا تزعلوا مني أني أنا تركت هذه التعليقات أو أني شرحت عليها، ولكن أبغى أفيدكم وأبغى أفيد غيركم. وأتأسف منكم أني راح أزيل التعليقات هذه، ولكن قبل ما أزيلها أنا إن شاء الله راح أدخل على قنواتكم وراح أرد لكم مشكورين مشكورين مشكورين، ولكن حبيت أنبهكم وأنبه الغير، لأنه هذا الشيء فعلا والله خطأ، وشيء هذا لو انترك أنا فعلا سمعت أنه يضر القناة في أثناء المراجعة. حندخل نشوف إيش هي التعليقات الغير مرغوب فيها ونضرب عليها أمثلة. طيب شوفوا عندي كذا نوعية الكلمات اللي اليوتيوب يحضرها وما يحبها. عندي أول تعليق، أحلى صباح الخير والورد والياسمين. الصباحات والمساءات هذه ما يحبها اليوتيوب، لا تتركي كذا صباح بس أو تقولي وعليكم السلام صباح الخير صباح النور، تردي عليها السلام على صاحبة القناة أول ما بدأت الفيديو قالت السلام عليكم، تردي عليها تقولي عليكم السلام تروحي، لا هذا أصبح الآن تعليق غير مرغوب فيه. شوفوا عندي، لاحظوا كذا، لاحظوا أكبر الشاشة شوية،
شوفوا لاحظوا عندي العلامات المتواجدة، عندي علامة صح، عندي علامة إزالة، وعندي علامة الألم، وعندي علامة الإزالة اللي هو العلامة زي علامة الستوب، هذه معناها إنك تحضري الشخص أو إنك. علامة الصح هذه أول واحدة، علامة الصح هذه أول واحدة، هذه اللي يعني الأغلب يرتكب خطأ فيها ويحط صح وينزلها، فتصبح عندي في قائمة التعليقات العلنية. لا هذا الشيء خطأ، أنا ما أفضل. يعني أنا سمعت من ناس يقول لك لا إذا هي ما كانت يعني تعليقات كبيرة جدا خطيرة زي اشتركت عندك رد الاشتراك، هذه مرة يعني يوتيوب يكرهها هذا التعليق، هذا اشتركت عندك أتمنى الاشتراك، تواصلت عندك، فعلت الجرس، فعلي عندي الجرس. لا، كل التعليقات الصريحة هذه من التعليقات المكروهة جدا، هذه من ضمن القائمة التعليقات الغير مرغوب فيها، بل إنها أول التعليقات الغير مرغوب فيها. اشتركت عندك رد الاشتراك، نورتك نوريني، زرتك زوريني. لا تكتبوا يا أخواني هذه التعليقات أبدا، ويا أخواتي لا تكتبوها. اكتبي أنت بمجرد أنك تعلقي عند صاحبة القناة وتذكري يعني ما شاء الله يعني محاسن الفيديو تمدحيها أو تقولينها حاجة، خلاص هي راح تجيك أوريدي، راح تجيك. لو ما كانت مشتركة عندك هي راح تشترك عندك، ما في داعي أنك تذكري هذا الشيء في التعليق، لأنه والله تعليقك ما راح تشوفه. اللي ما يكون عارف الطريقة هذه ما راح يشوف تعليقاتكم، ما راح يشوفه ولا حتستفيدي شيء، ما راح يعرف الإنسان يعني شوية متمرس أو مطلع شوية على هذا الموضوع. أنا زمان كانت جيني تعليقات تكون زيكم، كنت يعني أتفاجأ أقول أنا قبل شوية جاني تعليق، فين راح التعليق هذا؟ وكان عندي ظن إنه صاحب القناة هو اللي مسح التعليق، ولكن طلع هذا من اليوتيوب ووضعه في قائمة التعليقات الغير مرغوب فيها. فانتبهوا أحبابي لا تكتبوا هذه التعليقات. وزي ما قلت لكم في ناس يقولوا لا إذا كانت هي ما هي تعليقات كبيرة خطيرة زي رد الاشتراك ممكن إنك تحطي صح وتنزليها. لا، أنا أشوف إنك على طول لازم أول حاجة طبعا تروحي صاحبة القناة وتكتبي تعليق عندها، وبعد كذا تعملي إزالة من هنا. لازم تعمل إزالة، لأن التعليقات هذه مع الأسف الشديد تأثر على القناة، تأثر على القناة في المراجعة. اليوتيوب حط لك كيف غير مرغوب فيه. في ناس يقول لك لا طب هو ليه حط صح، خلاص انا احطها. لا هو حط صح وانت يعني براحتك، انت ممكن حتى الارشادات المنتدى، حتى حقوق الطبع تارك لك المجال، انت ممكن تحطيها بس انك حتتعاقبي. لا انا افضل انك ما تحطيها نهائيا. عندك التعليق هذا بالتوفيق حبيبتي احلى لايك، التعليق هذا برضو غير مرغوب، بالتوفيق هذا وأحلى لايك ورد الاشتراك، هذه يا جماعة كلها تعليقات غير مرغوب فيها. طبعا أنا مسحت التعليقات الآن غير ما أروح لأصحابها، لأني مسبقا رحت لهم ومسبقا أنا علقت عندهم. عليكم السلام، أجمل، تسلم يدك، يدوم التواصل، أحلى لايك، بالتوفيق. مع الأسف كل التعليق هذا، كل التعليق هذا غير مرغوب، كل كلمات التعليق هذا غير مرغوب. مع احترامي لكل الأشخاص هذول، أنا والله حتى لما يجيني تعليقات منهم غير مرغوب فيها قبل ما أمسحها أدخل عندهم وأجاملهم وأعلق، لأنهم هم مو بيدهم، مو عارفين إنه التعليقات هذه غير مرغوبة، فأنا طبعا مقدر الشيء هذا. برضو عندك الإيموشينات، شوفوا التعليق الموجود، الإيموشينات هذه بدون كلام، هذه برضو من ضمن التعليقات الغير مرغوب فيها، سواء في الحفلات أو في الكومنتات. جميلة تسلم يدك، جميلة تسلم يدك، تسلم إيدك، ما شاء الله، تسلم إيديك، هذه كلها يا أحبابي، هذه كلها يا أحبابي تعليقات مع الأسف غير مرغوب فيها. أنا الآن زلتها، راح أرجع للتعليقات العلنية. خلاص الآن شوفوا التعليقات الغير مرغوب فيها أصبحت صفر، زي ما قلت لكم لازم تزال بعد طبعا ما تدخلي على أصحابها وتجامليهم زي ما قلت لكم. بس حبايبي هذا هو كل اللي أنا كنت حابة أقول لكم، هو هذا هو فيديو اليوم عندنا. أتمنى يا رب كذا أنه إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو وأعجبكم الفيديو، وأهم حاجة الفائدة. معلش لو كنت أطلت عليكم، ولكن أنا حبيت أرد بالتفصيل وبالشرح الوافي على تساؤل أين تذهب التعليقات بعدما تأتينا. زي ما قلت لكم فين تروح، عرفنا الآن فين تروح التعليقات. يا رب تكونوا استفدتوا. إذا عجبكم الفيديو أحبابي لا تبخلوا علي باللايكات وبالكومنتات، الكومنتات طبعا المرغوبة مش الغير مرغوبة. وأشوفكم إن شاء الله أحبابي في فيديو قادم، واللي مو مشترك عندي يفعل جرس الاشتراك ويعمل سبسكرايب اشتراك، وأشوفكم إن شاء الله في القريب العاجل، وأنتم وأنا بأتم الصحة والعافية بإذن الله. مع السلامة.